معرفته عن قلب مش عارف. انا عرفت جمال بالماضي اللاعب لانه انا كنت في الاتحاد، عضو في الاتحاد لما كان هو لاعب في المنتخب، ومعرفتي بجمال بالماضي قبل ما يدرب المنتخب الجزائري ايضا كان فيه تواصل، ومعرفتي به ايضا اعتقد بانه سر نجاحه هو انه كان دائما هو يعني ذاته، مخلص لعمله، مجتهد في عمله، عارف وش يعمل، ثقته كبيرة في نفسه، قدر يعود يرجع الروح لمنتخب كان تقريبا مهدم. الشيء اللي فعله جمال بالماضي يقتضي منا، يفرض علينا احترامه ويفرض علينا تشجيعه، مش فقط احترامه لكن تشجيعه بما في ذلك نحن كإعلاميين. ممكن أنا من وجهة نظري في بعض الأحيان قد يكون أخطأ في بعض الخيارات، ولكن أنا لم أتحدث عنها لأنه رجل يفوز كل يوم، لأنه ما قد أعتبره خطأ في الاختيار وبالنسبة لي هو يفوز به، فأي خطأ في الاختيار يجب أن نثمن ونشجع كل شيء ناجح في الجزائر، سواء في المنتخب أو في النادي، في الفلاحة، في الصناعة، في الثقافة، لأن تثمين النجاح وتقديره هو جزء من هذه الجزائر الحديثة التي كنت أتحدث عنها، وليس تقدير الرداء أو البؤس والتعاسة اللي كنا عايشين فيها.